بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. هنبدأ ندخل أحمال الرياح وأحمال الزلازل بتاعتنا. مبدئيا كده احنا ممكن نخفي الجريد ديت من خلال نسد اس بي دي اوبشن واقول له هنا جريد لاين اشيل الصح دي واروح قايل اوكي، وهنا برضو نفس الشيء اشيل الجريد لاين. لو انا قلت له من قائمه فيو سي سي دي فيو وقلت له هنا اكس زد، رحت دايس على النضاره، اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هعمل كل دور كانه دايفرام. يعني ايه دايفرام يا باشمهندس؟ قائمة فيو سيسي دي فيو قول هنا اكس واي واخلي الزاوية هنا صفر راح اوكي. ايوه انا دلوقتي موجود عند الاليفيجن. طب رجعنا كده للثري دي تاني، رجعت الجريد وقلت له من قائمة فيو سي سي دي فيو واقول له هنا اكس زد واخلي الزاوية بتاعتي صفر اوكي. هفتح قائمة الـ Set Display Option وأقول له Extrusion، يعني هحول المنشأ بتاعي للمجسم. طبعا موديل تقيل جدا. من قائمة فيو سيس 3 دي فيو واقول له هنا اكس زد واخلي الزاوية بتاعتي بصفر الابريتشر فيو فيو. هبدأ اختار دور دور، يعني انا اخترت الدور الاولاني بالمنظر ده كده ماشي، واروح داخل على قائمة assign joint diaphragm واقول له دي واحد واقول له modify تمام وراح له اوكي. ده كده ان الدور الاولاني بقى اسمه diaphragm اسمه دي واحد ماشي. هدخل على الدور اللي بعديه اهو وادخل على قائمة assign joint diaphragm واسميه دي اتنين. المفروض ان انا اقول له ادي، يعني لو ان دي واحد ودي اتنين دول مش موجودين راح يقول له modify اوكي. ادخل على الدور اللي بعديه وادخل على قائمة assign joint diaphragm وهديله اللي هو الدايفرام 3 اقول له modify اوكي وراح له اوكي. دي واحد دي اتنين دي تلاتة، يعني دايفرام واحد دايفرام اتنين دايفرام تلاتة. اختار الدور اللي بعديهم وادخل على قائمة assign joint diaphragm. كده انا خلصت اللي موجود كله، هقول له add new diaphragm اللي هي دي اربعة وراح له اوكي. اوكي
يعني مش شرط ان انا الاقي دي واحد واثنين وثلاثة. اختار من هنا بقى الدور اللي بعديهم وادخل على قائمة assign joint diaphragm واقول له add new اللي هو دي خمسة، راح يقول اوكي. وادي الدور السادس assign joint diaphragm واقول له add new دي ستة، اوكي. الدور اللي بعديهم وادخل على assign joint diaphragm واقول له add new diaphragm دي سبعة، الدور اللي بعديهم وادخل على قائمة assign joint diaphragm واقول له add new diaphragm اللي هي دي تمانية، اوكي. وأعد الدور اللي بعديهم وادخل على assign joint diaphragm واقول له add new diaphragm دي تسعة، وأعد الدور الأخير خالص وأقول له assign joint diaphragm دي عشرة، add new، راح يقول أوكي. أوكي بص كده في 3D هلاقي فعلا ان كل دور اتعمل كأنه دايفرام، ماشي. الخطوة اللي جاية بعد كده ان انا هبدأ من قائمة define static load cases وهختار من هنا حمل earth quick x زي الساب بالظبط، واختار من هنا quick واقول له هنا ايه، ممكن اختار مثلا UBC 97 اللي هو ايه الكود UBC 97 واروح اقول له add، يروح ايه هيحط احمال الزلازل على المنشأ بتاعي في اتجاه الاكس، ماشي، من خلال الكود اللي اسمه UB97 واروح اقول له modify، يظهر لي هنا الدايركشن بتاعه اللي هو اكس دايركشن ولا واي دايركشن ولا اي حاجه، تمام. وهنا شويه فاكتور معينه ببدا ادخلها على حسب الكود بتاعي. ممكن في طريقه تانية بدل ما هي UB97 اقول له ايه يوزر ديفاي، وراح اقول له modify الاول عشان اغيرها هنا يوزر ديفاي يوزر لوتس يعني، واقول له modify، يبدأ الراجل هنا يحط القوة في اتجاه اكس طبقا للكود المصري وليكن 10 طن، مش عارف 9 طن، من الدور اللي فوق للدور اللي تحت 8 طن، وهكذا زي ما احنا اتفقنا في الساب. وابدأ ادخل الاكس والواي اللي هو السنتر اوف ماس اللي انا ممكن احسبهم بأي طريقة او بأي اسلوب، او ان انا اقول له ابلاي ات سنتر اوف ماس، ماشي. ممكن اقول له ابلاي ات سنتر اوف ماس وراح اقول له اوكي. برضو نفس الشيء بالظبط وراح اعمل له هنا ويند اكس، واختار من هنا اسمها ويند واقول له برضو ممكن اختار UBC 97 مثلا الكود بتاعي، او ممكن اقول له ايه يوزر ديفايند وراح اقول له اد عشان تنضاف تحت، ماشي، وراح اقول له modify علشان ابدا ادخلها وهو اوتوماتيك هيروح حاسب لي الايه السنتر بتاعي، ماشي. في حاجه ظريفه هنا لو نلاحظ ان الادوار ديت السنتر بتاعها بيختلف عن الادوار التانية فعلا، لان ابعاد الدور بتاعي بتختلف من دور للتاني، تمام. بكده احنا ممكن ندخل احمال الزلازل واحمال الرياح زي الساب بالظبط، مفيش اي اختلاف خالص. بس في مشكلة يمكن احنا ما خدناش بالنا منها، عارفين ايه هي؟ انا دلوقتي لما جيت رسمت الحوائط بتاعتي، ماشي، دي حيطة ودي حيطة ودي حيطة، بس انا لما جيت رسمت الكور انا رسمت ان دي حيطة ودي حيطة ودي حيطة، للأسف كل واحدة منهم بتشتغل لوحدها. يعني ايه يا باشمهندس كل واحده منهم بتشتغل لوحدها؟ يعني لو جينا كده قلت له سيلكت اللي اسمها وول وقلت له اللي اسمها ايه دبليو واحد، ورحت قايل له من قائمه فيو شو سيلكشن اونلي، دي يا جماعه حيطه لوحدها ودي حيطه لوحدها
ودي حيطة لوحدها ودي حيطة لوحدها، صح ولا لا؟ شوفها بختارهم لوحدهم ازاي. لو انا رحت مختار، مش اول وان ستوري بقى، اول ستوريز، ورحت مختار ده كله كده ماشي، هو اختارهم في كله، واروح داخل على ايه بقى، على الساين تمام، واروح قايل له شير على قائمة الساين، واقول له شيل اريا، واروح قايل له ايه بقى، قائمة الساين شيل اريا، واروح قايل له بير ليبل، وراح قايل له اد نيو، اسمي ده مثلا وليكن بي واحد، وراح قايل له اد نيو. اوكي، يبقى ايه اللي حصل؟ ان ده كله كده بقى كتلة واحدة اسمها بي واحد، حتى المومنت اللي هيطلع او الشير اللي هيطلع على الكور ده هيطلع قيمة واحدة على الايه، البلوك ده كله على بعض. واختار ديت وادخل على قائمة الساين شيل اريا، واقول له هنا ايه، بير ليبل، واروح مختار هنا وليكن بي اتنين، واروح اقول له اد نيو، واروح اقول له اوكي. ده اكتر من كده كمان، انا ممكن اقول له سيلكت على حسب البير اي دي اللي اسمه بي واحد وبي اتنين كمان، يلا، واروح اقول له ايه، فيو شو سيلكشن، روح ظاهر لي البير بس بتاعتي، واروح اقول له في 3 دي كده علشان يظهر لي الكور بتاعي. لو قلت له ديسبلاي شو اند فورم شيب، ادي الكور بتاعي. طبعا في دور هنا تقريبا والله اعلم ناقص، ما اتعملش، هو معمول يعني بس مش ظاهر قدامنا تمام. لو احنا قلنا 1 2 3 4 5 6 الدور مثلا، او كام، 6، قلت له اوكي، ما ظهرش حاجة. طب الدور مثلا، هنزل للدور اللي بعديه، ظهر، يبقى ده ما ظهرش، يبقى الدور رقم 6. دور رقم 6 فيه مشاكل. طيب من قائمة فيو في حاجة هنا اسمها ست بلان فيو، اظهر لي عمي من الدور رقم 7 للدور رقم 5، او من قائمة فيو في حاجة اسمها ست بيلدينج فيو ليميت، دي افضل، اللي هي من قائمة فيو ست بيلدينج فيو ليميت، واقول له اظهر لي من الدور رقم 6 من عند البيز للدور رقم 7، وراح اقول له اوكي، واقول له في 3 دي كده اهو ماشي. ممكن اقول له من فيو ست، اسف، من قائمة فيو ست بيلدينج ليميت من الدور رقم 6 للدور رقم 6، ما ظهر ليش حاجة. ده معناه ايه يا باشمهندس؟ ده معناه ان مفيش كور في الحتة ديت يعني، ولا ايه؟ نراجع كده من قائمة فيو سي سي دي فيو، واقول له هنا برضو من دور 6 لدور 6 اهو. طبعا العملية ايه، مش واضحة خالص، ممكن من سيت ديسبلاي اوبشن واشيل الصح اللي قدام جريد لاين، وراح اقول له اوكي، يروح خفي لي الجريد بتاعتي. لو نلاحظ ان في كورة اهو موجود في الدور السادس، ما هو مش ظاهر عندنا ليه؟ يبقى اكيد احنا ما اخترناهوش من ضمن البير، بس هو موجود معانا تمام. ممكن نحل بعد كده، ممكن نبدأ نطلع النتائج بتاعتنا وما فيش اي مشاكل خالص. كده احنا ممكن نكون كفينا. هرجع الرؤية تاني من قائمة فيو set building limit، واروح قايل له show all، وهنا برضو نفس الشيء من قائمة فيو set building view limit، واروح قايل له show all. كده يا جماعة احنا، واروح قايل له من قائمة فيو show all، عشان انا اقول له كنت قايل له show selection only. ونبدأ نبص في البلان زي ما احنا متعودين. بكده يا جماعة احنا نكون يعني غطينا ايه هو الاختلاف ما بين الساب وما بين الاتاب. اديكو شايفين ان 3 دايمنشن او 3 موديل في الاتاب اسهل بكتير من الساب. يعني معنى ذلك الشاطر بقى اللي ممكن يعمل مشروعه ال2 دي ديد لود ولايف لود ممكن يعملهم على الساب، وال3 موديل بتاعه احمال الرياح واحمال الزلازل يعملهم على الاتاب، بحيث ان هو يكون استفاد من الاثنين، اتعلم ساب واتعلم ايه، اتاب. وده برضو بيبعت للاكسل، وده ممكن برضو اتعلمنا ازاي بيبعت للاكسل، وممكن نصمم وما فيهوش اي مشاكل خالص. وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.